يشاهد أن كل حلقة مباشرة في دابة المباشر سنة السيدة شنو أقول إلى الأدارة الثالثة. السلام عليكم، أنا يا الخدوش الشرقي الله يرحم الوالدين. قال لي أنا يا عندي ثمانية ذي العيال عندي، ما عندي حتى شي حاجة، ما عندي خسيبة، ما عندي فلاحة، إلى الراجل اللي خدم على ثمانية ذي العيال ومشات للزيتون ومشات للأرض ديالي ومشى لي رزقي. الله يرحم والديكم، الله ينصر سيدنا يعاونونا، الله يرحم الوالدين. الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بالخير. أنا عندي ثمانية ذي وليداتي، الراجل هو اللي خدام عليهم، والعائل عندي مريض وجوج العملية، عاونونا الله يرحم الوالدين. ما عندي شيء لا كسيبة لا غليم لا بقار لا حتى حاجة. الله يرحم الوالدين، الله يجازي سيدنا، الله ينصره، الله يرحم الوالد. ما عندناش إلى الله، بقات لي الدويرة مسترة فيها وثمانية ذي وليداتي. وشكرا وبارك الله فيكم، والله ينصر سيدنا، الله يطول في عمره. أنا في الحلقة في هذا المباشر من الأعمال التي أقوم بها في هذا المباشر.